بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر عمرو. الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه بالنسبة لمنهج الصف الأول الإعدادي والجدل اللي موجود اليومين دول بالنسبة للمنهج. المنهج بتاعنا فيه قصة ولا مفيش قصة؟ النهاردة الوزارة حسمت الموضوع إن منهج الصف الأول الإعدادي نيو هالو كتاب نزل من يومين، كلنا عارفين طبعا إن مفيش قصة. المنهج هيكتفي بالست وحدات بالسكس يونتس الموجودين في كتاب المدرسة اللي هو نزل زي ما قلنا من يومين. توزيعة المنهج نزلت النهاردة زي ما هتعرض بعد شوية قدامكم في الصورة، هنشوف بالتفصيل توزيعة المنهج. التوزيعة بتاعت المنهج السنة دي بالنسبة لشهر 9 إن شاء الله هيكون يونت 1، شهر 10 أكتوبر باقي يونت 1 زائد الوحدة الثانية والوحدة التالتة. إن شاء الله في بداية شهر نوفمبر شهر 11 هيكون ريفيو A المراجعة الأولى على أول 3 وحدات 1 و 2 و 3 زائد الوحدة الرابعة والوحدة الخامسة نصها أو جزء منها، وإن شاء الله في شهر 12 هيكون باقي الوحدة الخامسة والوحدة السادسة وريفيو B، وكده هيكون المنهج انتهى. 3 وحدات وريفيو A و3 وحدات وريفيو B، وإن شاء الله في شهر يناير هيكون General Revision يعني مراجعة عامة على المنهج كله. يبقى بكده موضوع إن في قصة السنة دي مفيش قصة. وبعد ما شفنا التوزيع بتاعت الفصل الدراسي الأول اتأكد إن طبعا مفيش قصة في الترم الأول، إنما طبعا كلنا أكيد عارفين بعد ما تصفحنا الكتاب المدرسي إن في قصتين عبارة عن درس Reading، درس قراءة. يونت 1 الوحدة الأولى قصة اسمها هايدي، والوحدة الثالثة يونت 3 في قصة اسمها أليسز أدفنتشرز إن ووندرلاند اللي هي مغامرات أليسز في بلاد العجائب. وطبعا زي ما احنا عارفين حتى الآن الوزارة لسه ما نزلتش شكل امتحان الإنجليش، هل هيبقى فيه قصة من الشورت ستوريز دي لوحدهم ولا هيكونوا منفصلين ولا مش هيجوا في امتحان، هل هم للقراءة فقط؟ الكلام ده لسه متأكدش. بإذن الله أول ما هيتأكد إن شاء الله هبلغ حضراتكم بكل جديد أول بأول في القناة بتاعتنا إن شاء الله. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون ما طولتش عليكم ويكون الفيديو المحتوى بتاعه عجبكم، تكون الفكرة اللي إحنا عايزين نقولها وصلت. وإن شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش نشترك في القناة ونفعل الجرس، وأسفل الفيديو في صندوق الوصف إن شاء الله هتلاقوا رابط الصفحة تحت موجودة عندكم. أي حد عنده تعليق أو عنده استفسار، عايز مذكرة معينة، أي سؤال أي استفسار، هكون موجود على مدار 24 ساعة وإن شاء الله هرد على كل استفساراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.